تلقى حضرته صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة. عرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة تزكية سموه حفظه الله لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله لولاية العهد ومبايعة أعضاء مجلس الأمة لسموه وليا للعهد، معربا عن الاعتزاز العميق بروابط الأخوة التاريخية الوطيدة التي تجمع دولة الكويت ومملكة البحرين الشقيقة، ومؤكدا على الحرص لمواصلة العمل على ترسيخها، رجيا لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه ولسمو ولي العهد حفظه الله موفور الصحة والعافية، ولدولة الكويت وشعبها كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه. وقد بعث حضرته صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية شكر جوابية لأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، ضمنها خالص شكره وتقديره على ما عبر عنه جلالته من فيض المشاعر الطيبة المجسدة لأواصر العلاقات الأخوية الحميمة بين دولة الكويت ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين، مؤكدا سموه رعاه الله التطلع لتعزيزها والارتقاء بالتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب، سائلا سموه حفظه الله الباري جل وعلا أن يديم عليه موفور الصحة والعافية، وليحقق لمملكة البحرين الشقيقة المزيد من الرقي والنماء في ظل القيادة الحكيمة لجلالته. تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة. أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة تزكية سموه حفظه الله لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله لولاية العهد ومبايعة أعضاء مجلس الأمة لسموه وليا للعهد، متمنيا لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه ولسمو ولي العهد حفظه الله موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد، ولدولة الكويت وشعبها كل الرقي والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه. وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية شكر جوابية لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة، ضمنها خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر بهذه المناسبة، متمنيا له دوام الصحة والعافية ولمملكة البحرين الشقيقة المزيد من التقدم والنمو والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة. تلقى حضرته صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة. عرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة تزكية سموه حفظه الله لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله لولاية العهد ومبايعة أعضاء مجلس الأمة لسموه وليا للعهد، رجيا لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه ولسمو ولي العهد حفظه الله موفور الصحة والعافية وكل التوفيق والسداد، ولدولة الكويت وشعبها المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه. وقد بعث حضرته صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية شكر جوابية لأخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة،
ضمنها خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة ومن طيب المشاعر بهذه المناسبة، متمنيا لسموه دوام الصحة والعافية ولمملكة البحرين الشقيقة المزيد من الرقي والنماء في ظل القيادة الحكيمة لأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة. تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه رسالة تهنئة من سعادة بيتر ماوريد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أعرب فيها عن تهانيه وتهاني منتسبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر لسموه حفظه الله بمناسبة توليه مقاليد الحكم وتمنياته لسموه رعاه الله بالتوفيق والسداد، كما أشاد فيها بأواصر العلاقات والصداقة وبالتعاون القائم بين دولة الكويت واللجنة الدولية للصليب الأحمر. هذا وقد بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برسالة جوابية أعرب فيها سموه حفظه الله عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق التمنيات، مشيدا سموه رعاه الله بالتعاون المثمر والبناء بين دولة الكويت واللجنة الدولية للصليب الأحمر والتطلع إلى الارتقاء به إلى آفاق أرحب وبما يسهم في تحقيق الأهداف الإنسانية والنبيلة والمنشودة، ومتمنيا سموه حفظه الله له موفور الصحة والعافية ودوام التوفيق. تلقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من قداسة البابا فاضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمصر وسائر بلاد المهجر في جمهورية مصر العربية الشقيقة، أعرب فيها عن خلص تهنيه لسموه حفظه الله بمناسبة توليه مقاليد الحكم، كما ضمنها خالص تمنياته لسموه رعاه الله بدوام التوفيق والسداد. هذا وقد بعث حضرته صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية جوابية أعرب فيها سموه حفظه الله عن بالغ شكره وتقديره على ما عبر عنه قداسته من طيب المشاعر وصادق التمنيات، رجيا سموه حفظه الله له موفور الصحة والعافية.